يربح في الوقت 34 يوم. وكما قال العميد خليفة شيباني اليوم في كل وسائل الإعلام الغربية ما تلقاش إسرائيل باش نقول كما يكتبوها هما الكيان المحتل وفلسطين، وإنما مقابل حماس. أيوة. يعني التصويرة هذه مهمة، تصويرة ال 136 آلية مدرعة تم إسقاطها بال الفيديوهات خلينا نبداو خاطر تشهرت المثلث المقلوب إيه؟ الاحمر هذاك تشهر بك الفيديوهات تاع الاعلام العسكري تاع القسام اللي اسرائيل خرجت قانون توا بمعاقبه كل من يستعمل منهجيا، كل من يتداول منهجيا معناتها الفيديوهات كانوا يستهلك، كانوا يستهلك مخدرات معناتها يستهلك يقع معاقبته بتحليل بخطايا اي الادمان على الادمان علاش المثلث علاش على خاطر جزء من المعركه هذه اسرائيل تحب تخوضها بطريقه الظلم التعتيم. علاش؟ خاطر مش فقط الارتكاب فظاعات على مستوى الضحايا المدنيين موجود، هذا يحبوا يعملوا كيكة وما يحبوش برشا ضوء، ما فيك عليش ساعات يقصوا الانترنت زيادة لانه ما همش متاكدين من مخرجات المعركه، وبالتالي اي عمليه خرق للتعتيم هذايا من خلال انك تشوف المركبات والاليات المدرعه الاسرائيليه من الميركافا للنمر الى غيرها قاعده تتفجر، هو تحدي للصوره السائده اللي تحب تعديها اسرائيل. لهنا راهو المقاومه اللي ما انا ماذا بيا نخلي اكثر كلام من بعد الكودكور نتاعي في علاقه بالمقاومه البريه، اما جوست نحب نقول راهو بالنسبه للاسلحه المستعمله فانه نحن بصدد طرف صحيح مقاوم يخوض حرب شعبيه وحرب عصابات من نوع الفيتنامي والجزائري واللي كان في جنوب لبنان، لكنه زاد مسلح تقنيا وعنده انياب حقيقيه في المعركه هذه. الصواريخ اللي قاعدين نشوفوا فيها اللي تطلق بدون توقف رغم القصف الجوي المتواصل، الصواريخ المضاده للدروع هذه بما فيها هذه صاروخ الروسي لا بخلاف الكورنيت، الصاروخ الروسي اللي وقع استعماله واعلنت عليه وقالوا باش نستعمل معناتها اول مره يقولوا راهو عندنا منه نستعملوه، الكونكورس اسمه اللي هو يرجع للسبعينات وهو روسي وقعد تم تطويره اكثر من مره في وقت الاتحاد السوفيتي ثم وقت روسيا، وهذايا مجرد الاعلان اللي حماس عندها منه ديجا هو تعبير لان نحن على مستوى التوازن الحرب البريه، مش نحكي توازن المعركه بشكل عام، فانه نحن بصدد طرف عنده انياب حقيقيه. الصواريخ اللي وريتها بعد الخطاب نتاع نصر الله خرجوا فيديو حزب الله نتاع الصواريخ طويله الامد المضاده معناتها ارض بحر اللي تنجم تستهدف الاساطيل البحريه وحاملة الطائرات الامريكيه، هذا يعكس اللي نحن صحيح حرب عصابات حرب شعبية حرب غير متوازية asymmetric war، لكن في نفس الوقت المقاومة مسلحة زاد ماهيش أسلحة مش مسلحة فقط بالحجارة كما كان يعني في السابق. الاختراق المدرعات الإسرائيلية من الميركافا وكذا يلزمك صواريخ ذات معنى، صواريخ مضادة للدروع ذات معنى، وفعلا عندهم، وذيك علاش هما قادرين يعملوا إصابات بهالطريقة هذه. بالضبط مريم كلمة هاي تفضل عميد ونمشيو لشخصية